هكذا حين تجود السماء بقطرات تنساب من هذا الضباب بكل لطف وحنان. هكذا يبدو المشهد في محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي، موسم الخريف. جبالا مكسوة بالإخضرار، حيثما تقلب النظر تغريك القمم والهضاب، وسيشدك المنظر أكثر إلى أردية هذه الجبال رغم تشكلاتها ونتوءاتها. فما أجمل لون الإخضرار في هذه الجبال، وما أمتع استدامة النظر إلى رسمها في هذه الربوع. كل شيء في هذه الجبال يوحي بالجمال الأخاذ، وحقا جمال يسر الناظرين ويجعلك تعيد الكرة لزيارة هذه الأمكنة. هي هكذا جبال مجتانة بلون أخضر قد يعجز عنه الرسام. تشوف الحين الرذاذ وهو نازل، أظن هذا أكثر تعبير وأكثر واقعية من أنه الواحد ينطق ويتفوق عليه. نحن لا نتفوق على الخريف أبدا، الخريف يتفوق على أي مادح وعلى أي شخص يعني يشكر في صلالة، بل الخريف يجيب أزود. وادي دربات الذي أضحى المزار الأكثر إقبالا من قبل جميع زوار المحافظة، بل هو حديقة طبيعية متنوعة تجمع بين الشلالات الطبيعية الخلابة والبحيرات العذبة والجبال الخضراء والكهوف المشكلة بعوامل جيولوجية. فكم هي جميلة في هذا الموسم، موسم خريف صلالة، لا سيما حين يخيم الضباب على المكان. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار.